صباح الخير، صباح الجمال، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده قررت ان انا اعمل سمك، فنزلت السوق الصبح عشان اجيب سمك. الميزه هنا ان السمك بيطلع من البحر، المراكب بتجيبه على طول على السوق، فبيبقى السمك طازه وصابح. النهارده هعمل سمك مقلي، وهعرفك ازاي تخليه مقرمش من بره وكمان طري وجميل جدا من جوه وباحلى تتبيله. طريقة السمك المقلي ممكن تعمليها لأي نوع سمك انت عايزاه، انا هعمله في السمك البلطي، لكن انت ممكن تعملي نفس التتبيلة ونفس الخطوات لأي نوع سمك انت حابة تعمليه. الطريقة دي بتخلي السمك مقرمش من بره، وكمان بتخليه يفضل فترة طويلة مقرمش. انتوا عارفين السمك بعد ما بيتقلي وبنسيبه شوية بيطرى، لكن بالطريقة دي بيفضل فترة طويلة معاكي محافظ على قرمشته. وكمان هعمل الرز اللي بيتقدم جنب السمك بأبسط طريقة وألذ طعم نقول ممكن بسم الله تدوقوه. ونبدأ. أول حاجة هبدأ بيها التتبيلة. تتبيلة السمك سهلة وبسيطة، ثوم، شوية ثوم حلوين كده، فلفل، ده فلفل أخضر على فلفل حامي، البهارات اللي أنا مستخدماها ملح، كمون، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من بهارات السمك. وهنصر عليهم ليمون، عندي هنا السمك، السمك ده انا نضفه بره، هعمل فيه فتحتين بس بصوت كده عشان ادخل التتبيله جوه. السمك ما بيفضلش في التتبيله مده طويله، يعني ممكن نص ساعه. بتبل السمكة كويس من جوه، وكمان بحاول ادخل في الفتحات كده علشان السمكة تاخد من طعم الثوم والتتبيلة كده تدخل جواها. وكمان بعد ما بحطها في الطبق بحط عليها شوية من التتبيلة، وبعصر عليها كمان عصرة ليمونة، وبسيب السمك يتبل. ممكن نسيبه نص ساعة، ممكن ساعة، بس ما بسيبش السمك مدة طويلة ولا بسيبه قبلها بليلة. السمك ما بيقعدش فترة طويلة في التتبيلة، هو مجرد ان هو بيتبل وبنسيبه شوية كده ياخد بس من طعم الثوم وياخد من طعم التتبيلة، وبعد كده هبدأ أقليه على طول. حطيت شوية من التتبيلة على السمك من بره وفردتهم كويس في السمك، وبعد كده بعصر عليه ليمونة وبركنه نص ساعة على جنب لغاية لما يتبل. على ما السمك يتبل هبدأ أعمل معاكم الرز. بحل على النار، بحط كمية زيت كويسة، ربع كوباية زيت، أنا بستخدم زيت عباد الشمس، أي نوع أنتوا حابينه بس يكون زيت طعمه حلو. بحط عليهم بصل مقطعه قطع صغيره، وممكن تضربي البصل في الكبه، انا هنا مستخدمه بصلتين حجم متوسط. انا هعمل كوبايتين رز، بقلب البصل لغايه لما ياخد لون ذهبي وبغمقه شويه، بس خلوا بالكم لانه ممكن يتحرق منكم فطعمه هيمرر. بعد ما البصل ياخد لون الذهبي الغامق بحط معلقه صغيره من الكركم وبقلبه تقليبه. اول ما الكركم ريحته بتطلع بحط كوبايتين من الميه ومعلقه صغيره من الملح، والمقدار الميه ده لكوبايتين من الرز المصري. على ما الميه تغلي هبدأ أجهز الدقيق وأغلف السمك بالدقيق. عندي كوباية دقيق، حط عليها معلقتين كبار مليانين هرمي كده من النشا، وبقلب الدقيق كويس مع النشا. بعد كده باخد السمك وبنزل عليه التتبيلة اللي من بره، وبغطي السمك كويس قوي بالدقيق وبنفضه زي ما انتوا شايفين كده. النشا يا جماعة بيساعد ان السمك يقرمش. بعد كده بحط السمك في ميه ساقعة ثانيتين، يعني يا دوبك بنزله كده في الميه وبطلعه وبرجعه تاني للدقيق وبغلفه كويس بالدقيق. الحركة دي هتخلي السمك مقرمش معاكي مدة طويلة. جربوا الطريقة دي اللي انتوا تحطوا نشا على الدقيق وتحطوا السمك في مية ساقعة متلجة، وبعد كده ترجعوه تاني للدقيق وشوفوا قرمشة السمك هتطلع معاكوا عاملة ازاي. ممكن كمان تضيفوا معلقة صغيرة من الكركم على الدقيق، برضو بتفرق في لون السمك بعد قليته، لكن الطريقة دي حتى لو ما ضفتوش الكركم لون السمك بيطلع حلو قوي ومقرمش وبيحافظ على قرمشته مدة طويلة. لما بتجيبوا سمك المقلي من بره بيكون لونه ذهبي مصفر، وده لان في بعض المحلات بتحط كركم على الدقيق. انا هغلف السمك كله بالدقيق، وبعد كده هبدا احط الرز علشان على ما السمك يتقلي كمان الرز يكون استوى، فالاكله كلها تخلص في وقت واحد.
هقلي السمك. السمك بيتقلي في زيت غزير سخن، لازم السمك ينزل على زيت سخن. مش بقلب السمك، بسيبه يعني بحطه واسيبه لغاية لما ياخد اللون الذهبي، بعد كده ببدأ اقلبه على الجنب التاني. مية الرز دلوقتي غليت ولاحظتوا ان لونها غمق، هبدأ احط الرز. انا هنا معايا كوبايتين من الرز المصري المغسول، وبحطه على المية وبقلبه وبظبط الملح، وبعد كده بسيبه على نار عالية لغاية لما المية تتشرب. بعد كده بسويه زي الرز العادي، بهد على النار وبسيبه لغاية لما يستوي 15 لـ20 دقيقة، بيكون الرز جاهز والسمك كده اتقلى وجهز معايا. الرز كمان جاهز، هبدأ اقدمه، وهقدم معاه سلطة خضراء مزوقاها كده بقطع الافوكاتو. بجد رز كلون وكطعم حلو قوي، وكمان السمك كقرمشة وكده هيعجبكم. ان شاء الله هتجربوا الطريقة وان شاء الله هتعجبكم، هستنى رأيكم. وإلى اللقاء في الفيديو القادم، وباي باي.